شكر خاص ورسالة خاصة للأب الروحي ورئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا شكر خاص لرئيس الوزراء، وشكر خاص للمحافظ وكمان اللواء إيهاب الشرشاري على مجهوداتهم وفي ملفات التطوير، ملف النظافة والتجميل، حرصا مننا أن ثقافة المواطن بتنعكس على الدولة ونظافة الدولة بتعكس ثقافة المواطن، ونتمنى التعاون من كل القائمين على الدولة، مواطن وإدارة الدولة، عشان نرتقي هو بمصر الحقيقة كدولة احنا بنشكر برضو، متقدمة. بشكر سيادة الرئيس معاكي، وبشكر السيد رئيس الوزراء، بشكر سيادة الرئيس. ملفات كبيرة جدا مصر، مش ملف النظافة العامة فقط، أكيد ملفات الإسكان والطرق، ملفات كتيرة جدا طبعا، الدولة، الاستثمار، الزراعة، يمكن احنا اتكلمنا في ملف الزراعة في الزراعة حلقتين كتير قوي، سابقتين، عشان الدولة برضو تدي دور كبير جدا واهتمام كبير للزراعة. في ملفات كبيرة جدا الدولة الفترة القادمة مديها اهتمام كبير جدا. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم كل التحديات اللي موجودة حوالينا، ورغم كل التحديات اللي موجودة على حدودنا، ولكن الدولة شغالة في كل ملفات عشان نقدر نطور ونستثمر ونرتقي بمصر بدولتنا الحبيبة، وإن شاء الله مصر ترجع تاني رائدة في الشرق الأوسط وفي العالم في جميع الملفات، سواء في الاقتصاد، سواء في الملفات السياسية، وتكون رائدة في جميع المناحي الاقتصادية السياسية، لأن ده دور مصر. مصر فعلا زي ما بيطلق عليها هي أم الدنيا، مصر تعتبر هي القائد في أفريقيا، هي قلب العالم. مصر طبعا كتير لو كلمنا عن مصر وعظمة مش وجمال هنخلص مصر الكلام، مش هنقدر نوفي أو نقول كتير جدا على مصر. وأخيرا وليس آخرا، اللهم احفظ احنا مصر عندنا لسه حاجات وشعبها. نتكلم فيها، لسه معانا الوقت. يمكن أنا طبعا من ضمن الملفات اللي طبعا الدولة ادت اهتمام ليها ملف طبعا حياة كريمة طبعا اللي طبعا اتعمل، وده طبعا ملف كبير جدا، ملف ضخم، كل القرى دخلت لها. يمكن احنا المرحلة الأولى من حياة كريمة خصوصا للقرى اشتغلت في بعض المحافظات وفي بعض المراكز، وانتهت ما شاء الله حاجات احنا يمكن نزلنا وصورنا وشفنا. لما بتنزل حياة كريمة القرية، بنية تحتية، صرف صحي، مدارس، وحدات صحية، طبعا طبعا بيبقى في تطوير بتساعد كل شامل كامل المحافظات لكل القرى. بس أكيد. احنا طبعا بنتمنى من سيادة الرئيس ومن سيادة رئيس الوزراء ان يكون هناك بدء في المرحلة الثانية لحياة كريمة، وخصوصا ان بعض القرى، ويمكن انا طبعا النهاردة بتكلم مخصوص علشان موضوع محافظة بني سويف، عندنا في ملف الصرف الصحي ملف شائك جدا،